يعني منو قال لك اكو مهرجان وجي؟ هيك يعني سيلا وقعدنا ندور على مهرجان حلو قاله، سمعنا الشباب الفضائيه جينا. يعني تتابع قناه شباب؟ اي. حلوه قناه شباب؟ اي حلو. شنو اكثر شيء عجبك بيها؟ تعطي يعني اهميه وشغلات حلوه. زين، شنو اكثر شيء عجبك بالمهرجان؟ المهرجان لا شوي يعني اكو شوية كانت تحس بشيء حلو، يعني انت تفتار وناس وياك وهيك. يعني عجبك كل المهرجان؟ اي. زين، شنو تحب نضيف للمهرجان؟ يعني هيك يصير العاب وواي، مثلا ساعات الذكاء الاصطناعي يسوون يعني اكثر. اي. حلو، زين. تجي سنة اللغة؟ ان شاء الله؟ اي اجي اذا. شكرا. عفوا. ومستمرين وياكم أصدقائي في مهرجان الطفل العراقي الدولي بدورته الثانية، فابقوا ويانا. فنلتقي بصديقنا ونقول له السلام عليكم. عليكم السلام. شنو اسمك؟ يوسف علي عباس. يوسف شلونك؟ الحمد لله. يا صف؟ صف رحت للثاني. ثاني متوسط؟ ايه. توفيق ان شاء الله. يوسف عجبتك التجربة؟ تجربة جدا حلوة، واستمتعت أنا هواية بهذا البرنامج الجميل، وأشكركم على هذا البرنامج الجميل. زين، راح أسألك سؤال، إذا جاوبتني عليه يعني تصدق عجبتك التجربة، راح أختبر يعني إعجابك للتجربة. إحنا عندنا هاي الكاميرا اللي تشوفها شلون إحنا طلعنا على التلفزيون بشكل أنيق وحلو، وهاي الإضاءة وعندنا ذيك الكاميرا، هاي شي يسموهن ذني الشغلات الإضاءة والكاميرا والمصور. مصور؟ هاي شو اسمه؟ يعني أجهزة تصويرية للبرنامج شو اسمه التلفزيوني، مثل الكاميرا والأشعة الضوئية والخلفية. زين، صحيح كلامك، بس أنا قصدي هذين الشغلات شو يسموهن؟ شلون الأفلام؟ كواليس. كواليس، أحسنت. مثل ما دا تشوفون أصدقائي، صديقنا يوسف، صديقنا يوسف عجبته التجربة، فأنتم لازم تجون لهذا المهرجان حتى تجربون هاي التجربة اللي هي تجربة الإذاعة والتلفزيون، اللي هي تجربة فريدة من نوعها. نعيد ونكرر، تقدمها مؤسسة الهدى وقناة شهاب الفضائية. فإحنا مستمرين وياكم تغطيتنا الخاصة لهذا اليوم في مهرجان الطفل العراقي الدولي بدورته الثانية، فابقوا ويانا. أصدقائي، إحنا الآن متواجدين في بوث الأعمال اليدوية في مهرجان الطفل العراقي الدولي بدورته الثانية، فنلتقي بالست ونقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلون ست؟ الحمد لله، تسلم حبيبي. ست، احكينا عن البوث، شنو يعني شنو أهم الشغلات الأعمال اليدوية اللي يقدمها؟ أي، أولاً البوث هذا تابع لوزارة التربية. إحنا قسم التعليم المهني الأول في الكرخ، ومن عدة مدارس، خمس مدارس، وكل مدرسة أو مديرة عارضة الأعمال اليدوية مال الطلبة، لأنه إحنا نريد نشجعهم بالعطلة حتى ما يظلون هم مقابلين إما الموبايل أو صافنين ما عندهم شيء، بالعكس يكونون إيد منتجة. هاي أول مرة تشاركون بالمهرجان؟ أي نعم، هاي أول مرة، هاي أول سنة بالنسبة لوزارة التربية. نعم. زين، شلون لقيتوا يعني عوائلنا العراقية شنو مستوى اقبالها على الاعمال اليدويه بشكل عام؟ ما شاء الله، مو بس على الاعمال اليدويه، الاقبال على المعرض نفسه، يعني من مرات نسمع المهرجان الطفل يقول منو حيجي، بالعكس ما شاء الله الشعب العراقي شعب مثقف ويحب الطفوله، فهوايه ما شاء الله الاقبال حلو. اهلا وسهلا. مستمرين وياكم اصدقائي قناه شهاب الفضائي. أصدقائي، هاش دي نسوي؟ خلينا نعرف دي نسوي، بس خلينا نسوي يا لقاء. شلونك؟ زين. شنو اسمك؟ محسن. محسن، تبي أصف؟ رحت للرابع. رحت للرابع، توفيق إن شاء الله. أنت شنو موهبتك محسن؟ لعب كيكوشينغاي. لعب كيكوشينغاي، زين. أنت شلون اكتشفت هاي الموهبة؟ وشلون حبيتها؟ حبيتها أنا. يعني شفتها شلون بالضبط يعني؟ شفتها حلوة، حبيتها. زين، أنت يعني وصل يا مستوى؟ واصل اصفر. واصل اصفر. زين، انت اول مره تجي المهرجان؟
لا ثاني مرة. ثاني مرة. زين شكرا. عفوا. مستمرون ياكم أصدقائي قناة شهاب الفضائي. أصدقائي أخذوها نصيحة من عندي، لازم تجون لهذا المهرجان لأن بيه شغلات كلش حلوة وراح تستفادون من عندها. فهسه خلينا نكمل جولتنا مع الأطفال فنلتقي بصديقتنا ونقول لها السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو اسمك؟ رحيق. رحيق؟ إيه. بيصف؟ رحت للخامس. رحت للخامس، توفيق إن شاء الله. شنو موهبتك؟ موهبتي إن يعني أقرأ نشيد. تقرأين نشيد، حلو. زين، أنت أول مرة تجي للمهرجان؟ لا ثاني مرة. شنو أكثر شيء عجبك هاي السنة؟ التلوين والبرامج. يعني كل شيء عجبك؟ اي. زين، انتي شنو تحبين نضيف المهرجان؟ والله لا، يعني شنو الفقرات تريدين تحبين نضيفها؟ ساكو واحد قال ضيفوا مسرحيات اكثر، انتي شو تريدين يعني شنو تحبين نضيف؟ برامج. برامج اكثر، حلو. زين، عندك مشاركة؟ ايه. يلا. عند محفوظة مال نرجسة. تفضل. فتحت باب المدرسة فاستقبلتني نرجسة، قلت لها ماذا جرى يا ناعسة؟ قالت شهور عدة مر الجذور يابسة، هيا تعال واسقني كي لا أظل عابسة. فتحت باب المدرسة فاستقبلتني نرجسة. شكرا. عفوا. مستمرون إياكم أصدقائي مع صديقنا. تفضل صديقي. تفضل هنا. تفضل. شنو اسمك؟ عباس. عباس شلونك؟ زين. بيصف؟ خامس رحت. رحت للخامس، توفيق ان شاء الله. عباس انا دا اشوفك تلابس زي مال كيوشو كيوشينغاي، مو صح؟ انت شلون يعني شو حبيت هاي الرياضه؟ حلوه وعلمونا مثل عائله ويدربونه ويسوونا اقوياء ان شاء الله. زين، تنصح اصدقائنا يشتركون بيها؟ ايه. زين، انت اول مره تجي المهرجان لو هاي ثاني مره؟ اول مره. زين، عجبك المهرجان؟ ايه. شو تحب نضيف على المهرجان؟ كيفكم؟ ما ادري شو تحب. سواء واحد قال انا احب تضيفون قصص اكثر، يعني تخلون الاطفال يكتبون قصص وتطبعوهن، انت شو تحب؟ هو ايش راسم وتعلمون الجهاز يرسمون وهاي، يعني تحب نعلم الاطفال رسم. شكرا. عفوا. مستمر وياكم اصدقائي مع صديقنا، ف تعرف بابا منا، فنقول السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو اسمك؟ محمد. حمودي شلونك؟ زين الحمد لله. حمودي انت اول مره تجي المهرجان؟ اي اول مره. شنو اكثر شيء عجبك المهرجان؟ يعني اي شيء يحتاجه الطفل هنا أنا موجود، وانا مشارك ويا الاكاديميات عائله آصف. مالك كيوشينغاي مو؟ اي. زين انت يعني هي موهبتك انت موهبتك الكيوشينغاي لو هوايه؟ لا موهبتي الكيوشينغاي. زين شلون اكتشفت هاي الموهبه؟ انا احب هاي الموهبه وطلعت شفتها على اليوتيوب وقلت لابوي سجل لي. زين شنو طموحك بالمستقبل؟ اصير كابتن مال كيوشينغاي. حمود شلونك؟ الحمد لله زين. بياصفتي؟ رحت للثاني متوسط. رحت للثاني متوسط، توفيق ان شاء الله. شنو موهبتك؟ والله موهبتي السباحه. سباحه، حلو. زين انت شلون اكتشفت هاي الموهبه؟ ها؟ شلون اكتشفت هاي الموهبه؟ مال السباحه؟ ايه؟ والله يعني هي عجبتني، هي وكرة القدم مالتها. جميل. زين انت اول مره تجي للمهرجان؟ ايه. عجبك المهرجان؟ كلش حلو. زين انت شلون عرفتك مهرجان وجيت؟ والله انا يعني اجي كابتن اللي هو كابتن هسين وهو يعني قال لي وجي. تمام. زين شنو تحب نضيف للمهرجان؟ تضيفون المهرجان؟ والله هو كل شيء حلو يعني. لا يعني قصدي اسانك يعني واحد التقيت وياه قال ضيفوا مسرحيات، واحد قال ضيفوا العاب اكثر، انت شنو تحب نضيف؟ يعني أبغى أضيف ألعاب أكثر، يعني مثل يعني إذا أشتري طيارة قالوا ما عندنا، يعني مثل الطيارات مثل طيارات. تمام. زين أنت شنو أكثر شيء عجبك من المهرجان هاي السنة؟ يعني عجبتني المسرحية، يعني المسرح التفاعلي؟ أي حلو. تمام. زين إذا الله راد وصارت سنة الأخ، يعني صار سنة الأخ هذا المهرجان، شنو يعني راح تجي؟ طبعاً أجي. إن شاء الله. شكراً.
هنا يا أصدقائي، للأسف انتهت تغطيتنا الخاصة لهذا اليوم من مهرجان الطفل العراقي الدولي الثاني على أرض معرض بغداد الدولي، لكن انتظروني بتغطيات أخرى جديدة من هذا المهرجان اللي أنا دائما وراح أعيد وأكرر عليكم أنه لازم تجون إليه، لأن راح تستفادون بنفس الوقت تتونسون تتعلمون. فإلى اللقاء.